ما حل. تستهل هنادي هذه الزاوية بالقول إصرار غريب من الحكومة على التعامل الوقتي مع القضايا الحاسمة المصيرية فيما يخص معاش الناس، فمع كل بداية أزمة يكون التجاهل، وفي منتصفها يكون التصريح الذي يستسهل الأزمة ولا يرى فيها ما يمكن أن يشكل خطرا. أما مع وصولها الذروة تزداد المخاوف ويسيطر القلق والرعب على المسؤول. تضيف الكاتبة: لذا تأتي الحلول ضعيفة وهشة ومؤقتة، ومن الحلول التي تعودنا عليها حتى حفظناها وباتت جزءا من حياتنا ما جاء في خبر الأمس ضمن خطتها لمحاصرة أزمة الخبز والحد من وقوف المواطنين في الطوابير لساعات طويلة. أعلنت الحكومة عزمها الاستعانة بالخبز المنتج من الذرة المخلوط بدقيق القمح، وهو ما يمكنها من ضمان توفير الخبز بكميات ملائمة لطلب الأسواق. وتذكر الكاتبة: المخبز الروسي الذي أعلن عنه وأعلن عنه قبل عامين وتنبأت بأنه سيكون حلا مؤقتا وسيفشل، ها هو اسمه يظهر مجددا ويؤكد ما ذهبنا إليه، حيث تسعى الحكومة لممارسة ذات الأسلوب بكل أسف. ورغم أن السودان يعد الدولة الأكثر إنتاجا للذرة على المستوى الإقليمي والقاري والأوفر حظا في زراعة القمح بالمساحات الشاسعة، رغم ذلك تظل الدولة الأكثر استيرادا للقمح. وتعدد الكاتبة الأزمات الراهنة فتقول: في مشهد يشبه ذات المواقف المعتادة عادت وبقوة مشكلة صفوف وطوابير الصرافات الآلية، وذات الأمر يتكرر هذه الأيام بحدة مع قطاع النقل. وتختم الكاتبة بالقول: بدلا عن إيجاد مخرج نهائي لمعالجة هذه الأزمة فهي الحلول الذكية جدا تأتي، فقد صدر قرار قبل يومين بتوفير بساط لنقل المواطنين مجانا في الفترات المسائية، وإجبار أصحاب الهيسات والحافلات على تغيير مساراتهم وتحديد المسارات لهم لنقل الركاب، وهو الحل المؤقت الذي يمكن أن يستمر لأيام فقط ولن يعالج هذه الأزمة نهائياً.